بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الفقير الديمي جواد من مدينة بركان، أردت أن أتكلم عن الطريقة الكركرية المباركة. في البداية تعرفت على هذه الطريقة عن طريق صديق لي في مدينة وجدة، سيدي أمين غازي، والذي عرفني على هذه الطريقة بعد أن رأيت المرقعة. فبحثت في الإنترنت ثم شاهدت بعض الفيديوهات، فانجذبت إلى شيخنا سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. وبعد ذلك جئت إلى الزاوية الكركرية في مدينة العلوي، وبعد مبايعتي لشيخي سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره، كانت قبل ذلك حياتي في ظلمة، ولكن بعد المبايعة أصبحت حياتي كلها نور، فشاهدت هذا النور عيانا بعد أن كان غير المقال. شاهدت ذلك النور عيانا، ولمن أراد أن يذوق هذه الحلاوة، حلاوة النور، فليأتي إلى الزاوية الكركرية المباركة، فليبايع شيخنا سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره، ويمشي في هذه الطريقة المباركة ليرى النور عيانا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.